السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت في مدينة سان باولو البرازيلية أشغال المؤتمر الدولي 25 لمسلمي أمريكا اللاتينية والكاريبي، ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد هذا العام تحت شعار أهمية الأخلاق في حياتنا المعاصرة وفد من الدكاترة من جامعة الملك سعود، إضافة إلى وفد من عدة دول عربية وإسلامية ووفود تمثل المسلمين في القارة الأمريكية الجنوبية والكاريبي. وينظم سنويا مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية هذا المؤتمر بهدف ربط الصلة بين المسلمين في هذه الربوع وإخوانهم في العالم الإسلامي ومناقشة القضايا التي تهم الإسلام والحفاظ على صورته الناصعة كدين رحمة وعدل وإخاء. وبعد كلمة الافتتاح ألقى كل من الدكاترة المشاركون كلمة تناولوا فيها مقامة الأخلاق الحسنة في الإسلام. الأخلاق الحسنة هي من الأصول المتفق عليها عند جميع الأنبياء والمرسلين، فكما أن الأنبياء والمرسلين جميعا قد اتفقوا في الدعوة إلى التوحيد، كذلك اتفقوا في الدعوة إلى أصول الأخلاق كالعدل والصدق والرحمة والإحسان والبر. نبي الرحمة جاء بهذه الأخلاق لينشرها على المجتمع عموما، لكي يعني تسمو بها الأمم وترتفع بها وترتقي، ولذلك كانت أول كلمات النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها في مجتمع جديد، فالانتقال من المجتمع المكي إلى المجتمع المدني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الكلمات العظيمة التي سطرها عبد الله بن سلام: أفشوا السلام، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أود حقيقة الحوار مع أتباع الديانات الأخرى والعلاقة مع الآخر غير المسلم واحترامه أساسية أكدها ممثلو الكنائس المشاركون في المؤتمر. نحن دائما نلتقي مع إخوتنا العلماء المسلمين الذين نحترمهم ونقدر إنسانيتهم ويعني إيمانهم ورصانتهم وحرصهم على القضايا الدينية والوطنية. التعريف بالإسلام والحوار بين أتباع الديانات كانت هي الخلاصة التي خرج بها المشاركون في المؤتمر 25 لمسلمي أمريكا اللاتينية والكاريبي. يعقوب ربيه، قناة سجاو، سان باولو.